مباشرة في نعم هذا يعني الكلام، ألم تنزلق البلاد نعم يعني في الفوضى أصلا؟ عمليا يعني لم عمليا الكلام ده يعني على أرض الواقع فيه شكوك كبيرة يعني، وهو كلام يندرج تحت باب الكلام السياسي، ودي مأساة الجيش. الجيش عندما يترك مهمته الأساسية ويتم استخدامه، الجيش السوداني ده هو جيش عظيم وجيش كبير وجيش عنده تاريخه يعني، لكن أزمته الأساسية في استخدامه في السياسة. صحيح. يعني وأنا أفتكر أنه في خلال 30 سنة دي أكثر حاجة يعني أكثر جهة متضررة هو الجيش، لما فقد حيادته ومهنته وأقحموا فيه العناصر الإسلامية والتجنيد فيه وبقى بأورنيك الحركة الإسلامية وكده، الجيش فقد دوره الأساسي، وبدأ يعني حتى الآن في مواجهة مع الناس. يعني الجيش ده في 30 سنة كان في مواجهة المواطن في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي شرق السودان، في مواجهة المواطن السوداني. العكس لما حصلت الثورة كانت فرصة كبيرة جدا لكل السودان ده ينتقل انتقال جديد. الجيش بدأ يتلاعب في السياسة. يعني الشارع ده بيهتف بيقول مدنية مدنية عمره كله، يعني خلال الثورة دي وقدم أرواح وضحايا وكده، أنت ما تستجيب للمسألة دي. الخطاب اللي قاله البرهان مؤخرا ده هو خطاب سياسي من الدرجة الأولى، بيقول أنا دار أنقل بنفسي عن السياسة. والمجتمع الدولي كان بيقول عبارة مهمة اللي هو تحول ذات مصداقية، مواقف ذات مصداقية، حكومة ذات مصداقية. المصداقية هي الأساس. صح. والبرهان ده أنا أعتقد إنه المجموعة الإنقلابية دي أضروا بالجيش. الآن الجيش هو في المواجهة، الجيش هو الناس بيحملوا كل الأوزار الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، الآن بيحملوا على الجيش لأنه الجيش ده دي حكومة الجيش. أقحم نفسه في الجيش. الجيش البيان اللي زاعم 25 أكتوبر أحال الحكومة كلها والقرارات في يد شخص واحد اللي هو قائد الجيش البرهان. فأنت الآن أنت اللي بتحتمل، أنت الآن المحاسب على هذه الفترة. نعم. الشهور الفاتت دي. نعم. وده شيء خطير بالنسبة للجيش، والجيش ده كان في أفضل أحواله لما تكون في حكومة مدنية مستقرة كل الناس كان بتقدر تحقق رغباتها. لكن الآن الصراع داخل المكونات العسكرية وفي داخل في حركات مسلحة وفي جيوش مختلفة، أنت تكون ما عندك سند جماهيري، ما تكون عندك حاضنة من جماهيرك، فدي مشكلة كبيرة جدا. في رأيك أستاذ شوقي، يعني هل فشل المكون العسكري في بسط الأمن في البلاد؟ طبعا الكلام اللي قلناه في الأول اللي هو التردد، تردد في كل عن مناحي الحياة، ثم الطريقة الغلط في استخدام الأشياء، في أنك تستخدم الجيش في السياسة، في أنك تستخدم الإدارات الأهلية في السياسة، تستخدم الكيانات في السياسة، تستخدم القبيلة في السياسة عشان تواجه أنت مد مدني طبيعي ديمقراطي في الشارع. رجل الشارع ده ما ده زول ديمقراطي مدني، انت لكن بتحاول تعمل لك كيانات جديده، يعني تقول والله طلعتوا شارع احنا كمان عندنا شارع، انت عملتوا احتصام في القياده احنا كمان عندنا احتصام قدام القصر. المباراه دي خطيره جدا على البلد، وبتوضح انه الزول اللي بيعمل في الحاجه دي عنده اغراضه الخاصه وما حاسس بخطوره المساله وما بتنجح. ما هي المشكله، هي ما بتقدم حاجه، وده احنا عايشينه الان. قلت لك ما في زول بيتكلم عن الاقتصاد، انت ملاحظه كل الان الناس في السلطه دي ما في زول بيتكلم فيه عن الاقتصاد، ما في زول بيتكلم عن معاش الناس، والناس الآن معاشها في أسوأ أحواله. صحيح. الناس في تردي معيشي غير مسبوق، يعني الانكماش الحاصل للاقتصاد ده، حتى البنوك الليلة لا 5 شهور ما مول العملية التجارية، البنوك التجارية ده بينذر بأنه الاقتصاد ده تاني داير له 5 شهور أو 20 عشان يتعافى. نعم. أنت كيف ما تشوف المشهد كده وأنت قلت عملت ثورة تصحيحية، وين التصحيح؟ الناس السند والانقلاب وين التصحيح؟ ما خلاص احنا اوكي زي ما دائما انا بقول خلينا نسلم انه ده حركه تصحيحيه، وين التصحيح؟ حصل شنو؟ انت الليله الحريه والتغيير بعد يومين او بكره عندها ورش لتغيير موقفها، تعمل جرد حساب للفتره انت كجيش كده اعمل جرد حساب اذا تم تصحيح اولى انه يظهر على الاقتصاد، يعني يخسر في يصير في حياه الناس. انت عملت التصحيح لصالح منه؟ لصالح القوات المسلحه؟ ما لصالح القوات المسلحة. قلت أنت عملت تصحيح لصالح الناس. الناس الآن بيموتوا في الدمازيل، بيموتوا في كسلة، بيموتوا في الرسيرس، بيموتوا في كل مكان باحتراب أهلي. وين التصحيح؟ معاش الناس وين التصحيح؟ صحتهم، سعر الدواء. الحاجة الخطيرة أنا بقولها أرجو الناس إنه ما في زول بيجي يشكي، يعني الناس زهدوا منك. نعم. يعني ده مرحلة زهد في أنك تقدم لهم حلول. إذا تعال قول لنا صححت شنو، إحنا دايرين خطاب من اي زول من الناس الموجودين في الانقلاب دي يقدم خطاب انه هذا التصحيح والاخطر افادنا بافادنا. يعني احنا رجعنا للعزلة الدوليه يا استاذه. نعم. والاخطر ان الاقتصاديون كمان ينذرون بوضع أسوأ اقتصادي، أسوأ يعني. نعم. مجاعه اكبر من هذا الوضع. فلذلك انا افتكر ان البلد في خطر، محتاجه لابناء الحريصين من كل الاتجاهات، ابناء الحريصين عليها
حريصين على وجوده وعلى إنسانه، حريصين على انتقالها الديمقراطي عشان تكون زي دول العالم، حريصين على الحفاظ على المكاسب اللي حصلت بعد ثورة طويلة الناس قدموا فيها تضحياتها، محتاجين لأبناء البلد المخلصين يتقدموا للأمام. نعم. وأنا خلينا مع عشان ما نقول إحنا والله بنتكلم عن الجيش فقط، حتى القوى السياسية والقوى المدنية محتاجة الآن إنها ترجع وتتوحد وتشتغل بمسؤولية تجاه الحاجز ده. صحيح. في الحرية والتغيير في المجتمع المدني في لجان المقاومة، الآن إحنا أمام مسؤولية تاريخية في بقاء هذا البلد. نعم. ما في وقت لأنه نتلاوم أنت عملت وأنا عملت، لا. الآن وبعدين نجي بنستعيد ثقتنا في نفسنا. صحيح. ثقتنا في بعضنا في نفسنا، ونعيد نستعيد ثقتنا في بعضنا عن طريق الشفافية. هلا اي اتفاق يجب ان يكون رجل الشارع ده جزء منه، رجل الشارع ده شريك فيه، المجتمع الصحفي والاعلامي والميديا والمجتمع المدني شريك فيه، نتحاسب في الهواء الطلق، خلاص المرحله اللي فاتت دي نتعداها كلنا. والتاريخ يكتب استاذ شوقي، يعني نعم. التاريخ يكتب اي شيء. نعم. اذا كان ايجابا او سلبا، هل يمكن القول ان السلطات تتجه الى فرض حاله طوارئ عامه بالبلاد مع هذه الاوضاع؟ شوفي، هي ما هو ما بيحصل استغلال مرات للحاجات، يعني أصير الناس يقول لك والله الجيش ما عمل، أنا نفسي إنه الجيش ما حيقدر يعمل، أو مش الجيش يعني، أو الناس الحاكمين الآن دي ما حيقدروا يعملوا شيء، الحاجة دي أكثر من قدراتهم، فبيجي منه إحنا نتحدث عن إنك تقدر تفرض طوارئ ليه؟ وهي مفروض الطوارئ برضو ما حلت مشاكل، ما قاعد تحل مشاكل الطوارئ، تجيش البلد توقفها يعني هتخذ عسكري في كل شارع، دي ما الطريقة. الطريقة العودة للحياة المدنية، المسؤوليات تتقسم على الناس، الجيش يعرف مسؤولياته، الشرطة، الأجهزة الأمنية، المواطن، القوى السياسية، أي زول يفهم طريقته، لأن البلد دي أزمتها جاية اقتصاد، الناس ما يقولوا بس الصراع الحال. صحيح. أزمتها جاية اقتصاد، وقلت لك إن الناس الحاكمين الآن الانقلابيين دي صمتوا عن معاش الناس وعن حياتهم، وخلوا الصراع الاقتصادي ده خليهم يمشوا البنوك وشوفوا، يسألوا المصدرين أوضاعهم كيف، يسألوا الشركات الكبيرة. الآن في شركة أنا بعرف شركة بتاعت منتجات غذائية قللت إنتاجها ل 15%، فقدت 85% من إنتاجها بسبب الانكماش الاقتصادي الحاصل. خسارة كبيرة. ده المسألة ما بتحتمل، والاقتصاد ده يا جماعة ودائما بنقول إنه بعد شوية أثاره لما تظهر معالجته برضو دايرة وقت، فعشان كده الناس مفروض ينتبهوا للبلد بعد.